يبحث بنظرة فاحصة عما يمكن أكله بين مهملات مدينة حصرتها الحرب والجوع. هو ليس وحيدا في ذلك، فهناك الكثير ممن أصبحوا يشبهونه في هذه المدينة. كل يوم تقريبا يجتمع في هذا المكان العديد منهم للحصول على طعام يكفي لسد جوعهم. وجبة واحدة فقط تبعدهم خطوات عن مظاهر المجاعة وشبحها، يتناولونها هنا ويكتفون بها لبقية ساعات اليوم. يبدو الانتظار شاقا ومرهقا، تطول فترته، أو ربما من شدة الجوع يشعرون بذلك فيباغتونه بالحديث فيما بينهم. وحين تأتيهم سيارة مشروع الإفطار اليومي بطعام مخصص لأفراد المقاومة، أولئك المقاتلين في الأرض ينضمون إليهم. فالجوع في هذه المدينة مقاومة أيضا، طابور طويل يتكرر هنا بشكل يومي يتقدمه الأطفال في كثير من الأحيان. أما الوجبة التي ينتظرونها فهي ما تيسر من أطعمة تقدم هنا منذ 8 أشهر. هنا مشهد مختصر لما تعاني منه مدينة تعز، فعلى وجوه بعض أبنائها ترتسم الحياة المتعبة بكل تفاصيلها. تحكي الصور المتتابعة من المدينة كيف يكون الشارع مكانا لاجتثاث الجوع حين تكون منافذ الحياة جميعها مغلقة.